للقضاء نهائيا على مشكلة توجه الشرب لأهالي محافظة جنوب سيناء، جاء افتتاح خزانات التكديس لمياه الشرب بمدن رأس سدر وأبو زنيم وأبرديس بتكلفة تقدر ب 173 مليون جنيه، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء. في الحقيقة يعني بنقوله ده على نقص المياه في مدينة رأس سدر. اتكلمنا على المشروعات اللي هي اللي أيضا انتهينا منها في أبو زنيمة وفي وأبرديس، إن شاء الله يبقى فيها محطة 20,000 متر مكعب. يا أبو زنيمة خلصت خلاص 20,000 برضو، أبرديس هتنفتح عشان تغذي كاترين. كاترين تعرف طبعا داخلة مشروع قومي، مشروع التجلي الأعظم، وتأمينها بالمياه هيبقى عن طريق أبرديس المحطة اللي احنا إن شاء الله اتكلمنا فيها مع القيادات اللي كانت موجودة معنا النهاردة. وتعمل خزانات التكديس الثلاثة بطاقة تخزينية تصل إلى 10,000 متر مكعب لكل مشروع على حدة، وسيشمل كل مشروع خزانات مياه أرضية وعنابر طولمبار رافعة ومباني المحولات والمولدات. في أرض جنوب سيناء وبصدد افتتاح ثلاث مشروعات خزانات استراتيجية 10,000 متر مكعب رأس سدر وأبو زنيمة وبرديس، تكلفتهم يتعدوا 175 مليون جنيه. دول هيخدموا الثلاث مراكز إن شاء الله بالمية ويخدموا أهالي جنوب سيناء بالمية. مشروعات أخرى تم افتتاحها في إطار توفير الخدمات المختلفة لأهالي المحافظة، حيث تم افتتاح مشروع رفع مياه جامعة الملك سلمان برأس سدر بقوة ضخ تقدر ب2000 متر مكعب في اليوم. كذلك تم افتتاح طريق الخدمة أبو صويرة رأس سدر ضمن أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة. في عدة مشروعات قومية موجودة في جنوب سيناء بالكامل. النهاردة اتغيرت جنوب سيناء، النهاردة زي ما انتم شايفين احنا موجودين على البحر. في مشروع تطوير كورنيش راس سدر، في شارع 306 في راس سدر. النهارده راس سدر اتقلبت وكل مدن المحافظه شملت كذلك تفقد عدد من المشروعات الجاري العمل بها، متمثله في محطه تحليه مياه البحر التي ستعمل بطاقه تصل الى 30,000 متر مكعب في اليوم، واعمال تطوير ورفع كفاءه الكورنيش الى جانب انشاء شارع 306 لتوفير فرص عمل للشباب بالمدينه. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.